اللي يعلقون على المنازل وعلى السيارات وعلى مداخل الحدائق كلمة ما شاء الله تبارك الله بشكل كبير، ويقول هذه الجملة تجبر من يدخل على قراءتها، فبالتالي هو يبرك ولا يحتاج أن أطلبه. هذه إذا وضعت خوفا من العين فهذا لا يجوز، لأنه ينافي التوكل على الله تعالى، ولكونه أيضا من مداخل الوسوسة على الإنسان بالعين. ولا شك أيضا أن هذا يسهم في انتشار هذه الوسوسة في المجتمع، فيكون المجتمع مسكونا بالخوف من العين، وهذا لا شك يؤثر على الصحة النفسية فضلا عن ضعف جانب التوكل على الله تعالى. ولكن إذا لم يكن شيء من ذلك، وإنما وضعت هذه الكتابات للاعتزاز والأنس بها وأيضا للتذكير بالسنة مثل ما توضع الآيات والأذكار من أجل ذلك، طبعا تكون في الأماكن التي يكثر ارتيادها، فهذا لا بأس به. ولكن لا شك أن من قرأها بقلب مؤمن فهو كالذي يقول عندما يرى النعمة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو تبارك الله لا فرق. فهذا ينفع بإذن الله عز وجل.